الفيلم الرعب ده بيضحكني. سينج كان هيموت من الضحك. مشهد المنشار كان أفضل حاجة شفتها في حياتي. مومل، استني، مسكتي. هو أنا اتخطفت؟ ده أكيد مش باجزلي. وينزداي لسه ما رجعتش. نتمنى إن الشباب اللطاف دول يكونوا شافوها. شفتوا بنت عاملة ضفيرتين شكلهم كده؟ ما شفناش. لو سمحتي، شفتي بنت بالطول ده عاملة بوكر فيس؟ لا، إحنا كنا فين؟ لازم يكون نضيف تماما. المفروض ندور على بنتنا فين؟ دموعك هتجنني. ثينج، انت بتقترح نحط بوستر للمفقودين؟ ثينج عارف الافضل. نتمنى ده ينفع. اهلا. وينزداي هي فعلا مفقوده؟ ها؟ انت تعرفي وينزداي؟ قد ايه ده شيء رائع. هي عندها صديقه. انا هروح بيتكم عشان اساعد نلاقي وينزداي. قرار كويس. انا هشوف الدولاب. مفيش حد. اهلا يا جدو. مين دي؟ اي فستان يناسبني اكتر؟ ممكن تحسني الستايل بتاعك شويه. وقاحه جدا. طيب ايه اللي بعد كده؟ في تعذيب رهيب مستنيكي. عادي. ايه؟ طيب ده سخن جدا. هي مش هنا كمان. يو خوفني. هي ممكن تكون ورا الكنبة. وينزداي انتي فين؟ مفيش بنت ممكن تستحمل ده. تعذيب بالأكل. ريحته حلوة. طيب اوكي، فاست فود. انا عادة مش باكله. حلوة قوي. الساندويتش ده أحلى بكتير من وصفات أنكل فيستر. إيه؟ إزاي عملتي كده؟ دلوقتي هنتكلم. ما تعمليش أي حاجة مجنونة. هو ده دم؟ مخيف جدا. ريشة؟ ده غريب. سيف؟ ده اللي أنا محتاجاه بالظبط. بصوا لقيت إيه؟ اللي خطف ونزديه أكيد أبهرها بالسيف. أشك في ده. أيوة أنا نسيت. عشان تكون عارف أنا كمان بعرف أستخدم السيف. من الأفضل تبعدي. فيبي أنتي عملتي إيه في الأوضة؟ الأفضل إن إحنا نخبي السيف. يلا نشوف أوضة وينزداي. إحنا لازم نتفرق. ده سرير مريح قوي. مفيش حد تحت المخدات ولا تحت السرير كمان. أوتش، شكل الضفاير حلو عليا. بقيت شبه وينزداي؟ أعتقد. وينزداي؟ ها؟ لا، أنا بس بتهيألي. أنا لقيت تذاكر. أنا بقول نروح بيت الرعب. هنستمتع جدا. احتمال كبير وينزداي تكون هناك. قولي، بنتنا جت هنا؟ إحنا بندور عليها. هو إيه اللي خوفه؟ دي صورة هالوين. ده شكل بنتنا. هي وحشتنا جدا. صعبت عليا قوي. ها؟ مفيش حضن ليا؟ ما عندوش قلب. في حاجة مخيفة جدا عشانك. أكتر فيلم مخيف في العالم. فيلم جميل. أوه فعلا؟ يبقى في الحالة دي؟ بصي على ده. أوه لأ، ابعدوا عني. لو سمحتي، ما شفتيش بنتنا؟ طبعا شفتها. فعلا انا من اكبر معجبينها. الطريقه اللي بترقص بيها، انا مهووسه بيها. يلا نمشي من هنا. ممكن ندور فين تاني؟ هي بقالها قد ايه ماشيه ورانا؟ انا شبهها مش كده؟ اوه لا، واحده تانيه من معجبين وينزداي. محتاجين مساعده. ألو، أنا جاية. أنا ممكن أرقص للأبد. هي كفاية. هي ها؟
ده ترند جديد، أي حاجة إلا ده. أنا هحط لك على كل ضفر مانيكير بينك. لا، فين بنتنا؟ إحنا لازم نبص هنا. ظابط، امسكوا يا جوميز. إحنا محتاجين ظابط ليه؟ هو هيساعدنا. حضرة الظابط، لا ما تمشوش. أعمل إيه دلوقتي؟ آسف إن إحنا دخلنا من غير استئذان، إحنا بندور على بنتنا، هي مفقودة. أنا مشغول. بتعمل إيه؟ مفيش حاجة أقدر أعملها. استنوا، أنا شفتها قبل كده. أخيراً. أو لأ، في أمل. أنا فاكرها أهي، على تروم تروم. ها؟ أو لأ. أيوه، إحنا هنمشي. استنوا ثانية، في كمان كاميرات مرعبة. دي شكلها بنتكم. إيه؟ بنتنا اتخطفت؟ مفقودة، ساعدونا نلاقيها. فاكرين إن البوسترز دي هتساعد؟ إيه رأيك في داي وينزداي؟ مفيش حد دلوقتي هيتعرف عليكي أو يلاقيكي. بقى ممل أوي هنا، أعتقد إن أنا همشي. إسباتي، أوبس، إيه رأيك في ده؟ بص على إيدي. إيه؟ أوتش. استني، أنا عايزة أصور تيك توك، ممكن تساعديني؟ شغلي الكاميرا بتاعتك. أنت بتعمل كويس وأنا لازم أمشي. وحش خطير جدا هنا، أنا محتاجة أستخبى. أنت رجعتي، أقعدي. وينزداي اتخطفت هنا، لازم نفتش المكان. الكاشير أغمى عليها، لكن وينزداي مش هنا. مفيش حد، بنتنا الصغيرة لوحدها جوه. أنت سامعها؟ الصوت ده جاي من هناك. باب سري، هي جوه. ما تتحركش، شيلي الماسك، ارحموني. يا مجنونة يا صغيرة، أنت مناسبة جدا لعيلتنا. أنا همشي. مين اللي اخترع المدرسة من الأساس؟ تجمع كل المراهقين الأغبياء دول مع بعض في مكان مغلق شيء خطير عليهم. وينزداي، انت جبتي ألعاب نارية تاني؟ أنا زهقت من ده. أنت مرفودة. الجامعة الجديدة بتاعتي مختلفة شوية. نيفر تروم. أهلاً، أنت البنت الجديدة صح؟ أهلاً، مش بتحبي الأحضان؟ أنا إينك. يلا نبقى أصدقاء. بلاش. إيه ده؟ إيد؟ أشوفك قريب. طيب ده اللوكر بتاعي؟ استنوا، ده ملون قوي. التابوت بيكون دايماً فكرة كويسة. إيه موضوع الناس دول؟ هما بيوزعوا أقواس ببلاش؟ لا، دي مجرد مسابقة غبية لملكة الجامعة. إيه خطتي الجديدة؟ أنا هسرق التاج علشان كل الناس تخاف. أوتش. أوبس، آسف، ما شفتكيش. حاجة مؤسفة، انتي حب حياتي، مواساتي. باي. أنا محتاجة أفتح القفل. هي يا فاشل، أنا هستلف الدبوس بتاعك. شكرا، الأداة المثالية. واو،
وسعوا الطريق. أمنيتي الوحيدة إن أنا أكون ملكة الجامعة. بتعملي إيه يا غريبة؟ روحي آخر الطابور. أخيراً. أنا شاركت في إيه تاني؟ صح، مسابقة أفضل عضة. أسفة، أنا خلصت. تحبي تملي الاستمارة؟ ممكن تكوني ملكة الجامعة وتاخدي تاج. طيب. خد البادجي بتاعك تاني يا فاشل. هي من عالم تاني. هاي، أي حاجة يا خردة؟ ده بس سي جي. أنت عندك حساسية؟ فعلاً؟ طيب، اجري يا سي جي. شكراً إنك مشيتي بعيد. هو رائع. مين؟ العطسة اللي بتمشي؟ آها، فهمت. انسي الرومانسية بتاعتك يا مهووسة اللون البينك. إيه؟ آسفة. تعالي، أهي أوضتنا. إيه رأيك فيها؟ رهيبة، ألوان كتيرة قوي. ثينك، فهمت؟ ما تدخليش النص بتاعي. عملتي إيه في أوضتنا؟ خطوة كمان؟ أنتي علقتي صورة صديقك؟ قصدك دي؟ مش ده اللي أنتي فاكراه؟ إحنا مش مرتبطين، ده مستحيل. هو عنده حساسية من الكلاب، وأنا وير وولف. مشكلة. ها؟ شكراً على الدعم المعنوي. أنت ألطف إيد. إحنا هنكون أصدقاء أكيد. سيلفي؟ سينج، أنا كسبت تاني. أنا بحب أشرب قهوة مع أصدقائي جداد. طيب، إيه موضوع الاستمارة؟ واو، أنتي هتسجلي؟ وأنا كمان، إحنا الاتنين هنكون ملكات. يلا نروح نشوف التاج. التاج ده حلمي. ده جميل قوي. أنتي؟ عايزة تكوني ملكة؟ أنتي مش بتعرفي حتى تبقي وورول. بتتكلموا جد؟ أنتوا اللي جبتوا لنفسكم. إيه؟ شكرا يا صديقتي. حضن؟ أيوة صح، أنتي مش بتحبي الأحضان. لا يا صاحبي، مش بحب المكعبات. أوه، وينزداي. كولين. مكعب روبيك؟ ده لعبة أطفال. اتفضل، أنتي حلتي؟ واو. باي يا ولاد، نشوفكم قريب. هو كمان معجب بيا. أنا لازم أجهز للمسابقة. ألبس إيه؟ لأ، لأ، لأ. مفيش حاجة ألبسها تاني. ممكن أعمل إيه؟ ثينج؟ شكرا. تحبي تستلفي فستان؟ أنا كويسة، ده أسود قوي. أعتقد إن أنا هلبس ده. شكلنا رائع. دلوقتي بقى مثالي. اقعدي يا روبرتا، أفضل من غير العنكبوت. طيب، لأ كده كتير. شيلي السيف من شعرك. دي تسريحة الشعر المثالية. شكلي كويس؟ كنت عارفة. يايكس، عندي حالة طوارئ للضوافر. ده أفضل بكتير. دايما مثالي. هاي فايف يا صديقتي. يلا بينا.
قائمة مراجعة ملكة الجامعة. يلا نشوف. شعر تمام، فستان لابسينه، ضوافر مثالية، لطيف. ايه؟ ورد؟ اوه لا، هنجيبه منين؟ انا مش عارفة. ليديز دول ليكم. جميل، امتناني البارد. اوبس. طيب اهو الورد، بقينا جاهزين، يلا بينا. روحتي فين؟ أنا هنا. ركز يا هيوي. تحب نرقص يا كولين؟ أوه كولين، أنت مبدع أوي. بيتم الإعلان عن النتائج. وينزداي، مين فينا اللي هتكسب؟ والتاج هيروح ليه؟ واو، وينزداي مبروك. استنى، انا متحمسه قوي يا صديقتي، انتي تستاهلي. للاسف ان حلمي عمره ما هيتحقق. اينت، انتي هتكوني افضل ملكه. واو حضن. اه صح، مره مش هتاذي. شكرا يا وينزداي، مبروك يا ملكة. أتمنى إن أنا وكولين نكون مع بعض على طول. إيه؟ كولين تسمح لي؟ واو، ده نفع. أنا بحبك يا إينيد، النهايات السعيدة هي المفضلة عندي. وينزداي؟ هيوي؟ طيب يلا نجرب. رومانسي جداً. خلصنا الأوضة السرية. أوبسي، مين بيعملها بالطريقة دي؟ إحنا محتاجين محترف. ألو؟ هاي، إحنا محتاجين أوضة سرية. أوضة سرية؟ مفيش مشكلة، أنا هجهز كل الأدوات. خوذة، نظارة، وهننطلق. في إنسان جاي، افضلي هادية، أكيد في مكان هنا. خد بالك، إيه اللي خطير في الموضوع ده؟ أقف، لكن أنا محتاجة أدخل جداً. خطر؟ مش ممكن تخوفني بده. أهلاً، أخيراً لبيت الفامبايرز. إيه المكان ده؟ مين مستعد يعيش هنا؟ طيب، وقت إن إحنا نستعد للشغل. الأول هشيل الألواح القديمة. هاي، أوه رجلي. هو محتاج مساعدة، أنت ساذج قوي ووسيم جدا. أهلا، أنا كوليت وأنا جعانة. لا يا جولي. هاي، إزاي عملتي كده؟ وأنا ههتم بالبناء. الأول أنا هفك المسامير. هي بتبص على إيه؟ أنا ممكن أبص عليه اليوم كله. يلا نساعده؟ أول لوح فكيته، ابتدي شغل. أختي، ممكن نعمل ده في غمضة عين. هسيب اللوح ده هنا. بالشكل ده. إيه؟ ازاي؟ امتى عملته ده؟ ما كانش صعب قوي. العب.
ده فاضي جدا. بتناموا فين؟ سخيف. بص فوق. ها؟ سرير على السقف. تصميم مميز جدا. ازاي بتناموا في السرير ده؟ انا مش عارف. اكيد طبعا. اتحركوا، انا هبتدي شغل في الديكور. هشيل الحاجات الزيادة من السقف واجيب ادوات جديدة. السرير اختفى. واو، ده كاونت دراكولا بنفسه. لا، ده مجرد عامل البنا بتاعنا، العامل الوسيم بتاعنا. الاول يلا نزين الحيطان. لذيذ جدا. انت كويسه؟ سيبني في حالي. كولين، المكان ده جميل قوي دلوقتي. ايه اللي جميل فيه؟ انا هوريكي معنى الجمال. تقطيع القماش لقطع. دلوقتي في حاجه للاستمتاع بيها. واو، مبهر جدا. ايه، انا اقدر اعمل افضل من كده. ترى، مذهل. هو عجبه. يلا انا هاخد سيلفي. طلعت كويسه، زاويه رائعه. واو، ممكن اخد صوره ليكم؟ اكيد. ابتسموا. استنوا، انتوا ليه مش في الصوره؟ اعتقد ان الكاميرا الخلفيه مش شغاله. يلا نحاول ناخد سيلفي. انت اتمسكت خلاص. احنا محتاجين ضوء اكتر. عينيا. اسف. واو، بالراحة. باتر فينجرز. اوبس، انا هصلح ده. واضح انه محتاج مساعدة من محترف. انا مش هدخل في الدهان. خلاص، دي فوضى كبيرة. ما تقلقوش، انا هنضفها في وقت قليل. كل اللي بيعمله انه بيزود التراب. خفاش، واضح انه مشي. انتي كويسة؟ هو عنده عضلات، مش هتهرب بده. بالظبط. عندي فكرة، انا عندي ادوات. اخر سنة. قولي تاني. ده اللي فاتني. ايه؟ ورق خاص. دلوقتي دي نسخة بالظبط زي اسنانك. ده سخيف. بصي بنفسك، ازاي ده حصل؟ انا محتاجة اغسل اسناني. وانت خد الخاص ده بعيد. اعتقد ان الفرشة دي هتنفع. واو، هو انا نمت كتير؟ مين هنا؟ اوبس، ما كانش قصدي. بصوا لقيت ايه؟ صور قديمة. هما مش هيجمعوا سحاب من التراب خلاص. وقت ان العالم يشوفهم. انتوا شبه جدتكم بالظبط. جدتنا طبعا. جدتي هي فين؟ خدوا بالكم شباب، اللعب بالشموع من غير اشراف من الكبار شيء خطير جدا. هيكون امن اكتر لو طلبنا شموع جديده اونلاين. وما تستخدموش النار. لكن بنولعهم ازاي؟ شغليهم بس عادي. واو، الأوضة بتاعتنا بقى فيها حيوية أكتر. واو، برافو عليكم. بصي، احنا على وشك الاستمتاع شوية. يلا تحريك ذهني. الصودا بتاعتي وبيتزا. شباب، الغدا بتاعي راح فين؟ قولولي في التعليقات. طيب، هو بيخطط لإيه؟ ده سور. يلا نخلي المظهر الخارجي لطيف. بصي قوي قد إيه. مين مستعد للاختبار؟ أنا جاية. عجبك؟ جدا، لازم أجرب حظي. تفعيل وضع التنكر. السر هو الضرب بقوة. أو فعلا، مسكتك. ده مش محتاجينه. هاي، بالك قد ايه هنا؟ بشوف لو الجنينه ناعمه كفايه. اللي تقولي عليه. لا، مش هتحصل تاني. ايه ده للطريق؟ صح، اعتقد ان البلاط ده هيكون كفايه. هاي،
ده لسه مخلص. أنا جهزت مفاجأة. إيه المفاجأة؟ لينا؟ حلة حقيقية للطبخ برا البيت، أتمنى تعجبكم. طبق فيه جرع. واو. لطيف جداً منك، لكن الدخان بيخليني عايزة أنام قوي. للأسف ما عندناش سرير. ما فيش مشكلة، عندي عرض مميز ليكو. سرير بينك رومانسي بكشكشة ناعمة كمان، ده أشهر موديل للسنة دي. هايل، فرصة كبيرة. طيب ليه انت عنيد قوي كده؟ سرير رقم 2 بروك مونوكروم بستايل تقليدي. واو، ايه رأيك في ده؟ فهمت، آخر اختيار هو البساطة. أيوة، يلا نعملها. أكيد السرير جاهز ومناسب جداً. المهمة تمت. ده هايل، أنا كنت بس بعمل شغلي وأنا مرهق. نانسي، أنا كنت أسرع، هي عضتني. أنت بوظتي كل حاجة، أنا هطير. أنتوا فامبايرز؟ هي دي أنياب؟ هو أنا كمان بقيت فامباير؟ ممكن أكون خفاش؟ واو، ساعدوني، أنا اتحبست. أنت كويس؟ أعتقد كده أنا اتحولت لفامباير. أيوة، اتقابلت في جامعة الوحوش؟ أنا موافق،